كلم كاميليا ولا لا؟ اتصل بيها اقول لها انا فين وعملت ايه ولا لا؟ قلبك مش مطمن ليه يا ميرا؟ ايه اللي مخليكي مش مستريحه كده؟ ربنا يستر. ايوه بقى، فك التكشيره على وشك من ساعه ما مشينا من عند المأذون. انا مش عارفه ازاي لحد دلوقتي وفقتك اللي احنا عملناه ده. عشان انا صح. امال انا ليه حاسه كده ان قلبي وجعني؟ انت قلبك وجعك من السعاده مش من القلق، بس انت قلبك مش واخد انه يفرح. تفتكر؟ طبعا. الانسان مننا وجهه نظر، وانا شخصيا مش بحب الشخص المتلون، او زي ما بيقولوا يعني كده ماشي مع الموجه. I'm sorry بس يعني ولا بلاش، بدل ما القعده تقلب نكد. هو جه طول عمره كده، عمره ما خد موقف ضد مصلحته. ما بلاش انت يا مدحت، يعني معلش انت بالذات ما ينفعش تتكلم على المواقف ولا ايه؟ والله انا عن نفسي معترف ان قليل الاصل وماليش اي اتجاه. انا اتجاهي الوحيد اللي بمشي عليه وعمري ما هغيره ابدا هو اتجاه الملايين. الله عليك يا استاذ مدحت، هو ده الكلام فعلا. صحيح كل واحد في الدنيا بيبقى شايف الطريق من وجهه نظره. في ناس بتشوفها عن طريق المبادئ والشعارات، وفي ناس تانية بتشوف طريقها عن طريق البيزنس والعلاقات، وانا شايف ان الاتنين ما اختلفوش عن بعض. لا معلش، انا شايف كده ان انت غلطان. لا بالعكس، مش غلطان خالص. واكبر دليل ان هو مش غلطان ان احنا كلنا قاعدين على ترابيزه واحده دلوقتي. احنا كل واحد فينا فاهم التاني كويس قوي، كل واحد فينا ليه مصلحه مع التاني، كل واحد عارف نقط ضعف وقوه التاني، ومع ذلك محدش فينا بيعترف بحقيقته لا قدام نفسه ولا قدام التاني. كلام سليم فعلا. ما قلتليش يا دوحه اخبار شغلك ايه؟ احكي لك يا سيدي، تعال نتمشى. تعال شوف بقى. بس انا كنت فاكره ان عيله سميه كلها شحاتين. ما انا اصلي مش من عيله سميه، انا من عيله عبد العزيز. ايه نسيتي عبد العزيز؟ ما انا ابن عمتك انت كمان. طب ويا ترى الغنى بقى اللي واضح عليك ده جبته منين؟ ورثته ولا سرقته؟ حلوه سرقته دي. لا طبعا ما سرقتوش. هو في حرامي ينفع يقعد كده عادي مع الناس؟ امال مين اللي ينفع يعمل كده؟ شيخ المنصر النصاب كده يعني. انا بتكلم بجد على فكره. وانا والله ما بهزر. وجيه شخص مهم قوي بالنسبه لي، والا ما كنتش جبته هنا. انت محتاجه منه حاجه؟ الحقيقه انا عندي مشكله كبيره. عادي قوليلي، يمكن انا اقدر اساعدك. اللي انا عايزاه انت ما تقدرش عليه. تهيألك جربي وانت تعرفي. اكبر منك. شوف ايتين، انا ما فيش حاجه اكبر مني. ياه ده انت واثق في نفسك قوي. شوف ايتين، أنا اليومين دول أقدر أعمل حاجات كتير قوي فوق ما أنت متخيلة. طب هحكي لك. خلو! خلو حبيبتي! إيه ده؟ طب ما كنت قولي لي كنت غير جابتك من المحطة يا أم. خدت يا حبيبي عربية جابتني من البلد لحد باب البيت. الحمد لله على السلامة يا ست الكل، نورتي بيتك. يسلم عمرك يا دنيا. يا أم اقعدي 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 ارتاحي. عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله يا حبيبتي، شكلك مبسوطة وشك الله أكبر عليه. مبسوطة قوي. الحمد لله. قولي يا متولي. إيه يا أم؟ الناس اللي أنت شغال معاهم دول. أيوة. مالي إيدك منهم كويس؟ إيه يا أم؟ الناس اللي أنت شغال معاهم مالي إيدك منهم كويس؟ ايوه يعني لو مالي ايدي مالهم كويس، انت قصدك ايه يعني؟ هقول لك قصدي ايه.
انا لما نزلت البلد رحت قابلت خالك وولاد خالك. انت عارف يا ضنايا ان هم حالهم على قدهم، لا يصر عدو ولا حبيب. تمام. قلت لهم لو انا بقى جبت لكم بضاعه تصرفوها لي، قالوا لي ده احنا مش نصرفها، نصرفها ونصرف ابوها كمان. الله. طب واحمد ياما؟ احمد ده ايه؟ انت يا ابني اللي لازم تبقى اكبر منه 100 مره، وبعدين خالك وولاد خالك وعدوني انهم يقلبوا لنا الدنيا، بس انت تفتح لنا سكه الصعيد. لا لا، الراجل الكبير قال الصعيد ده ليه ناسه وما ينفعش افتح السكه دي. طب اقابله؟ تقابل مين؟ الراجل الكبير. ياما ما ينفعش، ما حدش بيقابل الراجل الكبير ده. يا ضنايا انت خسران ايه؟ خليني اقابله. ويا حبيبي بدل ما تبقى تابع تبقى مدبوع وتبقى معلم قد القول. يا لهوي على دماغك يا خلو، يا لهوي. امشي ورايا وانت تكسب. يلا بينا. يا بنتي ما تقومي وضبي حاجتك، احنا نرجع الشقه. بقول لك ايه، مش قادره اصدق ان احمد دفع لنا كل الفلوس اللي علينا دي. ليه ان شاء الله؟ مش ابن عمتك مواعيدي يعمل كده؟ ابن عمتي يعني، بس انا مصدومه في جدعانته، ما كنتش متخيله هو جدع قوي كده بصراحه. يلا بقى، عايزه انزل من دلوقتي، انا خلاص مش طايقه نفسي ومش طايقه القعده في بيت سيده. يلا. انا مش فاهمه انت مسربعه على ايه. انا هحضر نفسي بكره الصباح رباح. طب بقول لك ايه، انا بفكر اروح ازوره يعني وافهمه ان رفضي ليه ملوش اي علاقه بالكلام اللي وصل له. لا بلاش، انا اتفقت مع صاحب الشركه اللي بتشتغل فيها مروه وهاخد منه البضاعه. شاطره، ربنا يوفقك. بس عايزه منك حاجه بقى. واموري. انت وعدتيني لما تاخدي فلوسك من اهل جوزك هتديني مبلغ. انا عينيا ليكي يعني يا اختي، هو انا هعمل ايه بالفلوس؟ بس يا ريت يعني ما ننساش ان احمد ابن عمتك ليه فلوس عندنا. نستنى. ماشي يستنى، بس امه مش هتستنى. تفتكري انه يقدر يعمل كده بعلم امه؟ دي كانت انتحرت. ايوه صحيح، عندك حق، دي كانت تاكلنا. بس صحيح، تفتكري احمد دفع الفلوس دي عشان ابن عمتنا ولا حاجه تانية؟ احمد طول عمره جدع وشهم. والله ولا في ريحتها، بس احتمال يكون ربنا فتحها في وشه واتغير. نبي ما في حد فاهمه غيري. تعرفي ان انا كنت لسه هتصل بيكي دلوقتي؟ فعلا؟ طب وما اتصلتش ليه؟ عموما مش فارقه. على فكرة يا أحمد، أنا ترددت قوي قبل ما أكلمك، بس قررت أكلمك، وقررت كمان أبقى صريحة معاك. على فكرة أنا لما فكرت حسيت كده إن أنا ممكن أستفيد منك. أنت تتصلي في أي وقت، تنسيش برضو إن إحنا قرايب ودم واحد. لا سيبك من قرايب دي خالص، المصالح هي اللي بتخلي الناس أقرب لبعض، أقرب كمان من صلة الدم. كلامك بيعجبني أيتن. آه، ما أنا عمري ما بقول حاجة غلط أبداً. ده غرور بقى ولا إيه؟ لا، بس تقدر تقول عليا كده يعني فاهمة الدنيا كويس. ولما أنت يا ستي بقى فاهمة الدنيا كويس قوي وعارفة الدنيا بتمشي إزاي، أمال ليه مش عارفة تمشي أمورك الشخصية؟ لا ما أنا برضو مش دايماً يعني بحسبها صح قوي كده. يبقى أنت ماشية كويس. بتكلم مين؟ لا ده شغل 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 السعادة؟ بقولك إيه؟ قطع دراعي منهن اللي بتكلم كاميلي. مين دي اللي أنا أكلمها دلوقتي؟ بقولك بكلم شغل. وفي شغل دلوقتي؟ بقولك إيه؟ استني بقى. بقولك إيه؟ نامي، نامت عليكي حيطة. مش كفاية خدتوا الشقة بلوازمها؟ عايزه الواد فوق البيعه كمان؟ قفلت السكه، انا كنت متاكده انها كاميليا. ما هي لازم تقفل السكه. انت عايزه ايه بقى دلوقتي؟ اتفضل يلا خش نام، خش نام. انت بتشخط فيها عشان كاميليا؟ اخصى عليك، امال لو اتجوزتها هيحصل فيا ايه؟ بقول لك ياما، الله يخليك انا مصدع وشغال من الصبح وتعبان. الله يخليك، خش نام، خش نام عشان انا مش فاضي الكلام بتاعك ده. اخص عليك، اخص عليك. ايه اللي اخص عليك؟ اخص عليك ده انت لو اتجوزتها هترميني في الشارع وهيبقى ماليش مكان اقعد فيه. اكتب لي الفيلا. اكتب لك ايه؟ اكتب لي الفيلا. اكتب لك الفيلا ليه بقى ان شاء الله؟ ما هترميني في الشارع، لازم اضمن مستقبلي. بقول لك ياما، الله يخليك، خش نامي بقى. يلا خش نامي، خلينا نشوف شغلي. هنا طبعا هنا، امال هعمل ايه؟ ما انا لازم انام، ما انا ما بايديش حاجه، ما انا مكسوره الجناح. عيني عليك يا سيده،
يا اللي مالكيش حد وراكي ولا وراكي رجاله خالص، طول عمري وحدي. في ايه؟ بقول لك يا مروان. فندم. عملت ايه في موضوع الشغل؟ شغل ايه؟ مش انت قلت لي ان في واحد صاحبك كلمك وعرض يعني عليك انك تشتغل معاه؟ خد وقته ده يا ميرا. ايوه وقته يا مروان. طالما قررنا ان احنا نبعد ونعيش لوحدنا يبقى لازم نبقى قدها ونثبت لكل اللي حوالينا ان احنا قدها وقدود، ولا ايه؟ طبعا صح. طيب ناوي على ايه بقى؟ ناوي اقعد معاكي بقيه عمري وبس. هو ده وقته يا مروان؟ امال وقته امتى؟ ده هو ده وقته على فكره، وبعدين انا مبسوط ومش عايز اسمع اي حاجه تضايقني. ايوه بس الدنيا مش كلها فصح يا مروان. الدنيا دي لازم ناخدها بحلوها ومرها. ماشي. انا معاك يا مروان. لازم ناخدها بحلوها وناخدها بمرها. بس برضه لازم يبقى عندنا هدف. نبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه في حياتنا. وبرضه كله بالحب. انت متفائله قوي على فكره. وانت بايخ قوي النهارده على فكره. انا مبسوط ومش عايز اي حاجه تعكنن عليا بصراحه. ماشي يا مروان، بس احنا برضو في موقف صعب جدا. انا بصراحه ماما بتكلمني ومش عارفه ارد اقول لها ايه. ما ترديش عليها خالص. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني مش عايزين نعرف حد احنا فين وكده، مش وقته. ايه بقى قلبة الوش دي بقى؟ عشان ساعات بخاف منك يا مروان وبحس اللي انا عملته ده غلط مش صح. ليش الكلام ده تاني لو سمحتي. يلا اتفضلي قدام. بتزعق ليه مروان؟ راجل في شهر العسل لازم ازعق وبتاع. يلا اتفضلي. خلاص بقى يا اصحابي يا اهلي يا جيراني، انا عاوز اخدكم في احضاني. البنات البنات الطفي المخلوقات، غنوا يا تلميذات تفاتي في تا تا تا، البت عين امها. صباحك خير يا ست جمالات. الله 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 الله، دي زعلانه مني بقى ايه؟ هزعل منك ليه يا اخويا؟ انت حيلا حاطط مستاجر عندي لا راح ولا جه، يوم ما تدفعلاش الاجره يلا بالسلامه. الله 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 الله، طب ليه كده؟ ده انا جاي اقول لك صباح الخير يا ست جمالات على الصبح. وفي يا راجل؟ في ايه على الصبح؟ اخلع من نافوح عشان انا دماغي مش خالصه. طب يا ست حقك عليا، انا غلطان. يا اخي اقعد، هو في ايه؟ انت ما صدقت. الله. طب عايزاني اعمل ايه؟ ايه اللي عايزاك اعمل ايه؟ ايه اللي انت عايزه تعمليه ده؟ لا مش عايزه حاجه. انا كل الحكايه بس ان انت يعني ما ينفعش تبقى جار كده ومعدي عليا وانا اديك الوش الخشب بقى الصبح. طب بعدين؟ صباح الخير. يا صباح الجمال. ايوه كده خلي الشمس تطلع. بقول لك ايه؟ انت فطرت؟ طب بص انا عامله بقى طبق كده فول بالزبده وبيض، انما ايه يستاهل بقك؟ لا ما ينفعش، انا مستعجل ولازم امشي. يا عم اقعد الله يهديك بقى، ايه مستعجل دي؟ طب بص انا هسيبك تروح مشاويرك بس بشرط اول لما تخلص تيجي تقعد معايا نقعد نحكي كده ونبكي مع بعض. اصل انا بصراحه شايفاك كده مقطوع من شجره وحداني. عندك حق فعلا، انا مقطوع من شجره. انا عارفه انا عارفه وحاسه بيك. ولعلمك بقى انت لو عرفت حكايتي هصعب عليك وهتتقطع عشاني. خلاص يا ستي اوعدك لو خلصت بدري احب اقعد معاك شويه. لا انا هستناك، يعني هستناك. خلاص وعد مني. طب عايزه اقول لك على حاجه كمان. قول. ما تيجي نخرج. نخرج يوم الوقفه ان شاء الله بيزي. يا اخي اقعد بقى. خلاص ان شاء الله نخرج نخرج. اصل انا من ساعه ما المرحوم جوزي مات مفيش حد جه قال لي تعالي يا جمال اتخرجك ولا شممك شويه هوا. عايزه اقول لك الرئه بتاعتي ضاقت، نفسي راح مني، نفسي اشوف مناظر حلوه، اشم هوا نظيف. ان شاء الله باذن الله مش هخلي لك الرئه بعد كده تضيق باذن الله.
يعني هخليكي كده تاخدي هوا فريش باذن الله، وعد مني بعد اذنك. يا حلاوتك. ايه يا بنات؟ انتوا خرجتوا من المدرسه على قد ايه؟ دي النضاره دي البسها، البس النضاره شويه. طب شيليني مكان الكراسي ده، ربنا يخليك. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. جفنون علم الغزل طرن طرن. بقول لك ايه؟ بقول لك الله يخليك. مش احترم نفسك؟ لا احترم نفسي، عشت طول عمري بحترم نفسي. خليني شويه مش محترم. انا معجب بيك، معجب بيك. معجب ايه يا رحمة؟ انا عايز انت بتعملها لاني مجنون زيهم عبد الله؟ لا يا حبيبي. طب مش مجنون. بص انا هوصل مشوار مهم وهاجي هاخدك واجوزك جواز عسل. لا انا مش عايز صغير. تعالى بس اسمع عليا. تعالى انا عايز اتجوز. انا هتجوز. هاجبهم هناك. تعالى تعالى. اجمد يا جيمي، اجمد ابو جمال. الله الله يا راجل اجمد. امال ايه عايز تتجوز وانا اسف؟ ها؟ لا. انا اشوف لك عروسه زي الفل ان شاء الله. جمال امسك طولك بقى. وايه مالك يا جمال؟ فيك ايه؟ مالك؟ لا مفيش حاجه ان شاء الله. خير. عليك يا اخويا. خير. وش اصفر كده ليه؟ لا ان شاء الله هيستريح يبقى زي الفل. طب ما نجيب له دكتور. لا ان شاء الله خير. جمال مالك؟ هو يريح شويه. هو هيريح يا جمال. جمال امسك راسك. معايا رجاله، معايا رجاله يا جمال. جمال مش كده. يا رب استر يا رب. ألف سلامة عليك. إيه يا أبو جمال؟ تعال ريحوه على الكنبة دي. ريحوه. على مهلك يا أخويا، على مهلك. على مهلك. أيوه أيوه. يا ساتر يا رب. جمالات شوف لنا كده حتتين تلج في التلاجة. بسرعة بسرعة. هيبقى زي الفل إن شاء الله. ده سخن. هاتي يا اختي هاتي. تسلم ايدك. الف سلامه عليك. بقول لك ايه؟ نعم. ما تعملي له شويه شوربه كده يرم عظمه. حاضر من هنا يا انت. يلا يا اختي الله يستر اصلك يا رب. سلامتك يا اخويا، الف سلامه عليك. انت حاسس انك احسن يا عم جمال؟ كده اخرتني على شغلي يا عم جمال. هو ايه اللي جراله؟ مفيش، هو تلاقي بس شوية برد مقصرين عليك يعني. يلا أنا كده نازل وأنا مطمن، سايبك مع أجدع ناس في الحارة. شد حيلك. تعبناك معانا يا أخويا، كتر خير. أي تعب. أنا أخدت عنوانك من لامار، قلت طالما ما جاتيش الشغل يبقى أكيد هتكوني موجودة في البيت. إيه؟ مفيش اتفضل؟ مش هينفع أقولك اتفضل، أصل أنا هنا لوحدي، صعب. طيب أنا بعتلك رسالة امبارح. أنا قريتها، متشكرة أوي. لا أنا مش بعتها عشان تقولي متشكرة خالص، أنا بعتها عشان فعلاً الرواية عجبتني. رواية إيه بس؟ دي سيئة جداً، وبصراحة كده أنا قررت مش هكتب تاني، مش شغلتي، وبعدين دي تجربة مش هتتكرر. تبقي غلطانة. أنا عارفة نفسي. سمر أوعي تعملي كده. طب أنت متضايقة إن أنا بكلمك؟
طب ممكن اعرف ليه؟ طب خايفة؟ هخاف من ايه؟ مني مثلا. يمكن شكلي بيبان ان انا عصبي مستهتر حبتين، بس الكلام ده مش حقيقي خالص. لا خالص والله. طب امال ايه؟ يعني خايفة تقربي مني ولا من اي حد عموما؟ ايه بس الكلام ده؟ ايه بس الكلام ده؟ اوعي بقى تعملي نفسك مش واخده بالك ومش عارفه انا بعمل ايه عشان خاطر اقرب منك، لان المفروض ان انت بنت ذكيه وحاسه بكل حاجه بعملها. يمكن انا مش مستعده لاي حاجه دلوقتي. ده الكلام ده بقى تقوليه لاي حد تاني. في المشاعر والاحاسيس والحب مفيش حاجه اسمها مش مستعده. حب ايه بس؟ حب ايه؟ ده على اعتبار يعني ان انا مش باين عليا؟ لازم يعني اقولها لك في وشك؟ طب يا ستي انا بحب. ممكن تمشي؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا لا ازاي؟ لا بتعيطي؟ يا سيدي عشان خاطر ربنا ممكن تمشي؟ حاضر عن إذنك. عادل كويس ما جيت، أنا كنت لسه هطلع أدور عليك. أنت تحلمي تلاقي عادل على طول. إيه النظام؟ إيه النظام؟ كله خير مفيش مشاكل. أيوة يعني أنا هبدأ شغلي إمتى؟ أنت بدأت يا كاميليا، أنت مكتب وكمبيوتر وكل، ناقصك حاجة؟ يا عم انا بعمل حاجه غير اني بتفرج على التلفزيون وبلعب في صوابع ايديا؟ ده حتى الموظفين رايحين جايين في الطرقات ورد كتير، انما شغل مفيش. يا عادل انت، هو انا كل ما اتكلم معاك الاقي ابتسامه عريضه كده؟ يا عم بقولك زهقانه زهقانه مش مبسوطه. انا مش عايزك بس تنرفزي وبتاع، انت النهارده محلوه كده وبتاع. وبعدين يا كاميليا دي شركه جديده، يعني لسه شويه وهتدور كل حاجه هتشتغل، ما تقلقيش. ده ادعى يا استاذ، المفروض انها شركه جديده يبقى الموظفين تشتغل اكتر مش اقل. صدق عندك حق. صح. انا ماشيه. راح فين بس؟ راح فين يا كاميليا؟ مروح. راح فين يا كاميليا؟ يا عم هروح. انت بنتي على الشغل قوي كده؟ امال انا جاي اعمل ايه؟ العب انا ولا اعمل ايه؟ ماشي هنشوف لك شغل خلال يومين بس. سلام. لا يقعد من غير شغل هو يقعد من غير شغل. استني بس كاميليا، كاميليا استني بس. استنى ايه؟ ما تجننيش علينا كده. استني بس هقول لك. نقعد نتمشى في الطرقات؟ استني بس هقول لك، بس يومين انا هظبط لك كل حاجه. خلاص ماشي. طب امشي انت يا كاميليا، امشي انت دلوقتي. طمني اما توصلي. والله دي مركب، جربيها بس كده وشوفي. لا ده غالي قوي يا اختي، وبعدين احنا هنا بنتعامل مع واحده بتجيب لنا واخدين عليها. طب جربيني انا بس المره دي وانا هريحك على الاخر. ها طب والله يا ابله ما هتلاقي البضاعه دي غير عندنا. شوفي المبنى ده بتاعي مكتوب على اسمك اظن. لا انا هنا بقى بقالي سنتين، روحي بقى شوفي لك زباين ثانيه. طب ها قلتي ايه يا ست الحلوين؟ لو اخدتيها اعملها لك بنص الثمن واديكي عليها كمان هديه. ها لا اذا كان كده ماشي. ماشي. لا ده انت كده بقى مش عايزه تجيبيها لبر، واي حد هياخد مني حاجه النهارده هديله عليها هديه. ها ايه رايك؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ خدي الشنطه دي واخلعي. طب وانت يا اختي؟ بقول لك اخلعي، المهم البضاعه دي ما تطولش ايديهم. يلا دي فلوس ناس. نفسك. على فكره عيب قوي اللي انت عملتيه ده. الرزق يا حبيبتي بتاع ربنا مش بتاع حد. لا ده بقى رزقي وانا مش هسيبه. حرام عليكي يا شيخه مغلبانه وراه. ما تتقي الله بقى وترحمي جوزي. مين يا مجنونات؟ هموتك واشرب من دمك. انت مين انت كمان يا مجنون؟ دي مراتي. مراته سايبه البيت والعيال. مين يا مجنون انت وهي؟ ما هو لو انت راجل كنت عرفت تربيها. انا ما اعرفوش يا ناس، انا اول مره اشوفه. ده انا جوزك، ده انا جوزك يا فاجره. جوزي مين يا مجنون يا ابن المجنون؟ انا مجنون؟ قولي لي مين اللي خواكي؟ خواكي؟ قولي لي. وعزه جلالي لا ما هسيبك. كل واحد يقف في حاله. الكلام ده انا مش موافقه عليه.
مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ يعني مش مهم يا مامي توافقي ولا ما توافقيش، المهم ان انا عارفه وواثقه ومتاكده ان الكلام ده صح. يا عبيطه، ده من اهل ابوكي، يعني بيكرهك وبيكرهني ولا يمكن هيساعدك. مامي انت عارفه ان احمد ده مليونير؟ مالك اتصدمتي وسكتي خالص كده ليه؟ مليونير وعنده شركة صرافة كمان. ازاي ده؟ ربنا بقى، ربنا فتحها عليه. لا عودي يا قمر واحكيلي احكيلي. ايه يا ماما؟ هو انت ما بتشوفيش في الناس حاجة خالص غير الفلوس؟ مش ممكن تشوفيهم بأي شكل تاني يعني؟ اللي ما معهوش فلوس ما يستاهلش انه يعيش. الفقر ده عامل زي حبل المشنقة اللي متعلق في رقبة الناس ومدلدل منها. الشاطر بقى اللي يهرب منه أو يموت نفسه ويخلص. فعلا الدنيا وحشة قوي. وحشة جدا من غير فلوس. المهم بقى أحمد ده آخره إيه؟ حاسة إنه ممكن يخلصني من سامح خالص. طيب أنا مش هقول لك لأ. طب هي ميرا لسه ما بتردش على التليفون؟ خايبة بعد عنك تلاقي راحت لإخواتها. طب ومروان يا ماما؟ أنت مش ملاحظة إن هو كمان مختفي خالص؟ سألت أبوه عليه قال لي مسافر مع أصحابه. مفتح الباب. وحشتوني قوي. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا هبلغ البوليس. أنت جاي هنا تعمل إيه؟ امشي اطلع بره. طب ما تبلغي. قولي لهم جوز بنتي وجاي ياخدها. إيه رأيك؟ لا أنت فعلا شكلك ما بتتعلمش خالص. لا إزاي؟ اتعلمت طبعا. بس واضح ان انت ما عرفتيش مين سامح كويس. لا وانت الصادق، واضح ان انت اللي ما تعرفش مين ايتن كويس. بنتك غلطت يا هانم ومش عارفه حجمها. بقولك ايه، انت اللي غلطان. ما حدش يروح يقول لمراتي خبط لازق في وشها انا بخونك. انت مجنون ولا ايه؟ انا اصلا مجنون. متخافوش انت كده بيه المره دي فاضي. ها حسب يا شيخ جتك القرف. اللي عملتيه مش هيعدي بالسهل يا ايتن، وهتدفعي ثمنه غالي. امشي دهيه يا ده مجنون ومريض. رغم ان انا زعلان منك جدا جدا، انما ربنا غفور رحيم. ومين اللي المفروض يزعل من مين يا بلح؟ انا طبعا. ليه؟ على اساس اللي انت ما عملته معايا ده جميل والمفروض احطه فوق دماغي؟ طبعا جميل. جميل انك بترميني للموت. الله، لولا ان انا عملت معاك كده ما كنتش وصلت للي انت فيه ده كله. صح ماشي، سيبك من اللي فات بقى، المهم اللي جاي. تعرف اول ما كلمتني في التليفون وقلت لي عايز تكلمني على انفراد، قلت حلو اللي جاي هيبقى فله. ايه مالك؟ ماليش، بس قلبي لسه مش مطمن. سلامه قلبك يا ذوق. شوف قلبك ده تركنه على جنب. لما تقعد تقول لي بقى قلبي قال لي، قلبي حاسس، قلبي مش مطمن لي، نمشي بقى دلوقتي. اجيب لك من الاخر يا بلحه. احلى كلام هو بتاع الاخر. عندي سك. حلو، فين بقى؟ صيد. اخ انت عارف الكبير قال ايه؟ يكلمه. كلمه؟ لا ما ينفعش انا اكلمه عشان الزبون، وبعدين انت عارف لو عارف ان انا بلعب من وراه يبقى فيها كلام تاني، انما انت ليك سكه. ما انت عارف بقى ان انا متعلم عليا من الاول. ادي فرصتك يا معلم عشان تعلم على اللي علم عليه. ايه حكايتك يا جدع؟ انت لونك متغير ليه؟ مصلحة بقى. وبعدين مش انت لسه قال دلوقتي همشيها بالقلب والإحساس يبقى بلاها. الله، طب فاهمني عشان لما اجي اتكلم ابقى هارش الليلة، ما اتكلمش كده اي كلام في الهلا بقى. تمام، انا عايزك بقى تفتح دماغك كده وتروق لي مخك عشان الكلام اللي انا هقوله ده كبير اكبر مني ومنك. امان. عايز الحقيقة، مجد حالته ملهاش حل غير ان حد يتبرع له بكلية. يعني مفيش امل خالص؟ هو نفسه عارف كده، وانا شايف ان حالته اتحسنت كتير قوي بعد ما عرف كان سنه جلام. مجد قال له انه بيحبه. الحياه مرتبط بيك كتير قوي، وانا شايف ان وجودك جنبه جايب نتيجه كويسه، على الاقل انتظامه في الغسيل والعلاج. انا قلت له يعمل اعلان في الجرايد يطلب حد يتبرع له بكليه، لكن هو رفض وقال ان ما عندوش استعداد يستغل احتياج حد للفلوس وياخد حته من جسمه. لو تقدر تقنعي يا ريت.
سمر، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا بتعذب يا كبيبي، انا مش عايزه اعيش. ليه يا حبيبي؟ عايزه ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالي شوفي. منى مالك؟ ايه اللي حصل؟ وقعت من على السلم يا كاميليا. سلم؟ سلم اللي يبهدلك البهد؟ ايه اللي حصل؟ اتبهدلت قوي يا كاميليا. باين، معلش معلش.